ولكن في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الامور لازم تقول، لازم تنفس عن ان كل ما حد يشوفني من ساعه القرار ده ما تم اتخاذه، يعني لما بيقولوا لي كلمه ما اقدرش الحقيقه اقولها، يقول لك يعني للدرجه دي؟ يعني هل انت ممكن تبقى غلطان لكن لا انت غلطان وبتقول ان انا غلطان، ما شوفوا انتوا عايزين تعملوا، يعني هو ده المعنى اللي بيوصل للناس. عشان كده لكن على فكره، طب ما هو انت ممكن تلعب في مباراه، انا حتى قلت الكلام ده، ممكن تلعب المباراه النهائيه دي في ارض محايده فعلا، او في مباراه في ملعب غير ملعب مراكب محمد الخامس وتتغلب، مش ده ممكن صح يحصل؟ وارد. انت بتلعب كوره، ممكن تلعب في مراكب محمد الخامس وتكسب، ولكن انا مش هغير كلامي وجمهور الاهلي مش هغير كلامه، لو حتى رحت في مراكب محمد الخامس وكسبت ها، صح، وده اللي ان شاء الله لو ده يعني لو ما نشوف بس الموقف بتاع النادي الاهلي هيكون عامل ازاي، حتى لو ده حصل هيبقى كلامي هو هو، ما ينفعش اللي حصل ده، المنطق ما بيقولش كده يا رمزي، ما هو مفيش حاجه ما تقول فيش كده. اصلا حاجه، يعني القرار طلع النهارده، هل يعقل وانت فريق مثلا الوداد واصل بنسبه 50% لانه كسبان اول ماتش فواصل ده بنسبه كسبان 50؟ ماتش في انجولا ايوه يعني ثلاثه يعني انت لو عايز يدوله البطوله مش هيعمله بالشكل ده بصراحه، بالظبط، كان والنادي الاهلي لا على لا، الجانب الاخر هو الاقرب. هي اعتقد هي تصفيه حسابات او وعود سابقه للوداد، ما فهمش، بس يعني الاهلي عودنا ان هو يغير كل حاجه بيده، حتى لو حصل يعني ما اعتقدش ان هو يكون يعني حتى في او نوع من انواع الانسحاب او قرار مثلا ممكن، لان انت معروف الكاف فساده من زمن، مش هتقدر تتغير في حاجه مهما كان، لكن الاهلي هيروح وبرجالته وبلاعبته وبالمنظومته المتكامله دي يقدر يجيب البطوله من هناك، ومش عايز الناس تربط 2005 او 2000 او 2006 و2007 واللي حصل فيها في 2007 بالتحديد، انه الاهلي خد بطولتين الاتحاد الافريقي مش عايز يديله الثالثه، يحصل ما هو انت يتكرر. ليه بتفكر التفكير ده؟ ما انا مش مش عايز انت، يعني انا الناس، ليه الناس بتفكر لانها التفكير ده؟ حصلت قبل كده لا بس مش ده حصلت، لانه انت في الاخر ليه بتقول الكلام ده؟ كاهلاوي بقول الكلام ده لانه حصل واحد اتنين تلاته خلاني اقول هذا الكلام، ما حصل شاهد واتنين وتلاته، حاجه حصلت بقى، مش يعني مش الصوره الشهيره ما بين رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس النادي الترجي ورئيس نادي الوداد، ودي كانت موجوده، مش دي موجوده وحصلت؟ هي موجودة، مش رئيس النادي الوداد طلع في 2019 وقال تصريح رسمي، تصريح رسمي ان وعدوني ان انا هيحلوا لي المشكله؟ ايوه، مش انا اللي قلت على ما فكره، هي واضحة. فانت في الاخر شواهد بتخليك تقول ايه؟ هو ايه ده؟ انا كاهلاوي يعني، هو ايه؟ على فكره انا ما بتكلمش كمذيع ولا بتاع، انا بتكلم كاهلاوي. لا انت بتتكلم وملاحظ، بص كنت بتفرج عليك، فانت بتتكلم بحرقه، الكلام طالع من قلبك، لانه ما فيش كل حال الاهلاويين دلوقتي قبل ما ادخل على السوشيال ميديا كل بيتكلم نفس الموضوع ده وكله محروق، بس انا اقول لك على حاجه، الصعوبات دي عايزين نخلينا نفكر بطريقه بالظبط ايجابيه، لان بالظبط، انت عارف اللي هو ايه بيسموها ايه، بتنفخ في قربه مخرومه، الاتحاد الافريقي يعني مهما تعمل مش هتغير الواقع ولا هتغير الحال. الفكر دلوقتي طب ان لماذا انت تم تغيير الواقع في 2020 يا رمزي عندما كان هناك قرار بان مباراه السوبر هتلعب؟ واعتقد انت راجل عارف، بس الاول ده الترند اللي شغال، ده ستوب كاب في كوربشن 703 الف تويته، مش انا مش اسلام يعني، لو وصل 703 الف مليون تويته ما يعني فيش، قبل ما نخلص لو هيكون وصل وصل للمليون. فلماذا تم تغيير القرار في 2020 بان كانت المباراه، انت لعبت كام سوبر؟ السوبر المفروض اللي انا افهمه واللي انت شفته واللي مصر كلها في والناس كلها بطل عارفاه ان المباراه بتلعب في ملعب بطل بطل الدوري، الدوري اعترض نادي نهضه بركان في ذلك وعملوها الوقت في وعملوها في قطر. قطر، ليه تم تغيير؟ هو ليه طيب ما فرضوش انه دلوقتي مثلا قطر جاي على كاس عالم، ليه ما عملوش النهائي ده في قطر مثلا لو هم لا الاتحاد بيفكروا؟ القطري ده النهارده كان انا شفته، مخرج، كان مخرج ليهم. الاتحاد القطري النهارده انا شفته يعني نزل بيان، اعتقد ما اعرفش بقى هل صحيح ولا لا، لكن نزل بيان قال فيه ان هو نفى كل الاخبار المتداوله على ان الاتحاد القطري طلب استضافه المباراه النهائيه، لم يحدث. بس انا اتصور انه رغم ان في يعني اتفاقيه تعاون ما بين الاتحاد القطري والكاف. بس خلينا خلاص، يعني انت انت من عايز حقك، تتجاوز كل ده؟ ايوه، لان انا عايز الكلام ده كلعيبه. يتحول، ايوه يتحول لايجابيه، اوكي. يتحول لايجابيه. انت دلوقتي وجهه عندك نظر، وجهه نظر طبعا. ماتش الجزائر تعدي من وفاق الصيف، وساعتها كل الجانب ده اللي بنتكلم فيه النظريه، مش عايزين زي الانديه تبدا تتكلم في نظريه المؤامره،
لا ما هم احنا لازم نتكلم فيه احنا كاعلاميين ودورنا ان احنا لازم نتكلم في هذا الامر. انا لكن اللعيبه والفريق والبتاع مركزين في الماتش بس. انا عايز الكلام ده كله حتى في اخر ايام انه خلاص نلغي فكره انه الماتش مثلا ممكن يتغير. خلاص الواقع الماتش في المغرب. حتى لو جهود اداره النادي الاهلي هتحصل خلف الكواليس زي ما بيقولوها بعيد عن اللعيبه. اللعيبه تاقلم نفسها انه هي تعدي ماتش يوم السبت وبعد كده هنروح المغرب ان شاء الله ونجيب البطوله. انت بتقول ان يتم تحويل الشكل السلبي لشكل ايجابي. لشكل ايجابي. اوكي. وده يساعدك. يساعد اللعيبه ويساعد الجهاز. انت عارف بس احنا في زمن دلوقتي يعني كل اللعيبه بتتابع السوشيال ميديا. طبعا. والوضع مختلف. الاعلام لازم يبقى دور ايجابي. نعم. اكبر داعم للنادي الاهلي هو قناه النادي الاهلي. طبعا. القنوات مش هتطلب من انديه من قنوات ثانيه او من الاعلام الثاني يتكلم على مزاجك انت. فانت لازم تقلب الامور دي كلها لايجابيه. عشان صح. خلاص كل هدفنا دلوقتي رغم الظلم اللي حصل على النادي الاهلي والمؤامره اللي حصلت على النادي الاهلي هنروح المغرب ورغم الصعوبات دي كلها يكون دافع لعيبه وتجيب البطوله من هناك وترجع وحصلت كتير.